جولة صغيرة بسوق الجميعة بالبيضاء كانت كافية لرصد الارتفاع الطفيف الذي تشهده أسعار بعض المواد الغذائية كالأسماك والطماطم والبيض وبعض الفواكه، وهي مواد تحضر بكثرة في الكفة الرمضانية. الأثمنة ارتفعت شوية في رمضان، ولكن زعما مزيان بالنسبة لنا احنا، مزيان زعما ماشي الحوت مزيان، كلشي مزيان، كلشي مرتفع. الوقيتة دابا كلشي زايدين فيه، كلشي ماشي بحال الأيام أخرى. بحالاش؟ إيوا بحالاش، بالميرناية تشوفي 80 درهم 70 درهم، كروفيت 15 فرنك 13 فرنك، صول 70 80. أختي إلا كانت قليلة تيكون الثمن ديالها بزاف، فهمتي؟ ولا كانت موجودة راه يكون الثمن ديالها مناسب. إيوا دابا بحال اللوبيا فهمتي، بحال الجلبانة، بحال المطيشة. هو ارتفاع يربطه المختصون بقانون العرض والطلب، ولحماية المستهلك وجب على البائعين إشهار الأسعار حتى يكون على علم بها، واحترام قانون المنافسة، وذلك عن طريق محاربة سلوكات بعض البائعين الذين يتفقون فيما بينهم على ثمن البيع الذي قد يفوق في بعض الأحيان الأسعار المعقولة. بعض المواد ارتفعت الاثمان ديالها خصوصا في هذا الشهر ديال رمضان، هذا مساله عاديه لان كيكثر الطلب عليها. كنلاحظوا مثلا بعض الانواع ديال الاسماك ارتفعت الاثمان ديالها، وهذا راجع لاش لان الطلب اكثر من العرض. بعض السلوكات مثلا انهم كيتفقوا باش يكون في الثمن، هذه كيكون بعض نفس التجمعات التجاريه مثلا، بعض الاسواق لاحظوا هذه العمليه، انهم كيتفقوا باش كيديروا ثمن واحد للبضاعه واحده، ثمن واحد مثلا كيتفقوا ان اليوم غنبيعوا بواحد الثمن معين لواحد البضاعة معينة. إذا حنا كناس ديال المراقبة اللي كنراقبوا هذه العملية كنحاولوا نجزروا أي واحد كنتضبط في حقه، يعني ملي كنقول نجزروا يعني كتحرر في حقه واحد المخالفة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع لن يدوم طويلا ولن يتجاوز الأيام الأولى لشهر رمضان، وذلك راجع حسب المختصين إلى انخفاض نسبة الاستهلاك مع تقدم رمضان.